اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج Have a Nice Day. في العاب بتبقى شخصية البطلة مجرد شخصية ثنائية، لكن دورها بيبقى مهم جدا وممتاز، وفي العاب اتصنعت مخصوص عشان الشخصية الاساسية تبقى بنت. في الفيديو ده هتعرف ايه هم افضل 5 شخصيات نسائية. شخصية عندها قدرات تميزها عن اي شخصية تانية. الشخصية دي كانت مكسورة طول اللعبة. شخصية إليزابيث من لعبة بايوشوك إنفينيت اتبهدلت من وهي طفلة بسبب أبوها السكير اللي كان ما يهمهوش غير نفسه، وكمان حتى لما شخصية إليزابيث اتبهدلت وهي صغيرة، لكن لما كبرت بقت مميزة جدا وبقى عندها القدرات وبقت متحكمة بكل حاجة. الشخصية دي ضحت بكل حاجة لما كانت صغيرة، وبرضو لما كانت كبيرة ضحت عشان الناس اللي بتحبهم. الشخصية دي أشبه بالمتحكم بكل حاجة، شغلتها بس تدي أوامر، ادخل على شامبر كذا، عدي بازل 1، إلخ إلخ. شخصية جلادوس من بورتل شخصية بتجمع بين الشر وبين المحبة، بالظبط زي فيلم أنجينا جولي اللي اسمه ملافاسنت. ساعات كتير بحتار بقول يا ترى جلادوس بتحب التست سبجكت اللي اسمها تشيل، ولا عايزة تقتلها وتخلص منها، لان دايما جلادوس بتحط فخ او خدع قدامي فببقى دايما متعرض ان اموت. مع ذلك برضو هتلاقي لحظات عطف من جلادوس لبطلة اللعبة تشيل، لو ختمت اللعبة فاكيد هتفهمني. شخصية فيت شخصية رانر ورشيقة جدا، استمتعت جدا وانا بلعب بشخصية فيت لانها ببساطة بنت خارقة بتستعمل مهارات الباركور وبتقتل عصابة بدون اسلحة. شخصية فيت استخدمت مهاراتها في الخير طبعا، لانها كانت بمهارتها دي كانت بتنتقم من عصابة لاسباب شخصية. شخصية فيت في لعبة ميرورز ايج كانت دايما صدماني بسبب قوتها ومهارتها. شخصية شابة حظها سيء جدا لانها اتولدت ايام الخراب. شخصية إلي في The Last of Us كانت مسلية جدا، وكانت دايما بتسأل عن ايه سبب الخراب ده. في اللعبة دي انا اتعرضت لصدمات كبيرة جدا، وخصوصا في شخصية إلي لما عضها الانفكتد، انا قلت خلاص اللعبة كده انتهت. فشخصية إلي كان عندها مناعة ضد الفيروس ده، بالظبط زي فيلم The Invasion. فاكرين الفيلم ده اللي هو لما بينام لفترة طويلة بيظهر حاجات على وشه وبيبقى انفكتد. وحتى شخصية البطل اتعلق بإلي وبقى يحبها جدا زي بنته، وكمان إلي اتعلقت بيه وبقت تحس انه ابوها. لارا كروفت هي ارق شخصية نسائية في عالم الالعاب. ما اكدبش عليكم انا بحب شخصية لارا كروفت، بحب شخصية لارا كروفت الضعيفة واللي كان دورها احلى بكتير من اجزاء القديمة. شخصية لارا كروفت تعتبر شخصيتين، شخصية القديمة واول جزء ليها كان في 1996 واللي صنعها شركة ايدوس، والشخصية كانت عبارة عن عالمة اثار بريطانية وبتبحث عن الكنوز القديمة، والشخصية التانية هي لارا كروفت المسكينة والضعيفة واللي صدرت في 2013 واللي صممها استوديو كريستال داينامكس. المطور حب يغير فكرة لارا كروفت وحول الشخصية من عالمة اثار قوية لبنت خايفة وعايزة تنجو من الجزيرة اللي هي فيها. طبعا كل الفانز حبوا شخصية لارا كروفت التانية، وعشان كده سكوير اينكس اعلنت عن جزء تاني من شخصية لارا كروفت الضعيفة. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو اللي فات عن افضل 5 شخصيات رجالية، هتلاقوا الرابط تحت الفيديو في الديسكريبشن، وعندكم الكومنت تحت قولنا ايه هي اكتر شخصية نسائية انت بتحبها. وشكرا على المشاهدة، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم احمد سوري، see you next time and have a nice day.